هتكلم عنها النهارده. واتفقنا مع بعض من الحصه اللي فاتت ان احنا عندنا لو دي الفيمر الفيمر على ظهرها هنا حاجه اسمها لينيا اسبرا. حاجه اسمها لينيا اسبرا. اللينيا اسبرا لما اخد كات سكشن في الفيمر هلاقي لينيا اسبرا بالشكل ده. ده كفى تسكير. اوكي يبقى ده البوستيريور وده الانتيريور. اعتبر ان هنا اللاترال وهنا الميديا. لو انا رسمت لحضرتك الصاي كده هتعرف ان الديب فاشيه في الصاي مقسمالي الصاي الى ثلاثه كومبارتمنت. الثلاثه كومبارتمنت او الثلاثه جروب اوف ماسل. اول جروب عندنا يا جماعه اسمه انتيرو لاترال جروب. والجروب ده اللي هو قدام بيعمل لي اكستنشن للني فيسموهم انس اكستنسورز. والنيرف سبلاي بتاع الاكستنسورز كان الفيمورال نيرف وده اللي احنا قلناه قبل كده. رقم اتنين يا جماعه كان عندي جروب ميديال اسمه الميديال جروب. والميديال جروب يا دكاتره بيعمل ادكشن فسميته ادكتور جروب. رقم ثلاثه في عندي بوستيريور جروب. البوستيريور جروب يا جماعه اللي هو ورا بيعمل فليكشن للني فسميته الفليكسور جروب. الادكتور جروب لو احنا اتفقنا ان ده الميديال بتاع الهيب بول فكان الهيب بون عامل كده. كان دي اسمها الاوبتيوريتور فورامين. الاوبتيوريتور فورامين كان بيعدي فيها اوبتيوريتور نيرف. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ الاوبتيوريتور نيرف كان هو اللي بيغذي الميديال جروب. يبقى دي بالاوبتيوريتور نيرف. البوستيريور جروب في عصب ورا هناخده مع بعض اسمه السياتيك نيرف. يبقى بيتغذى على البوستيريور جروب هنا بالسياتيك. بدأنا المرة اللي فاتت في الصاي وخدنا الانتيرو لاترال جروب واتفقنا مع بعض ان الانتيرو لاترال جروب كان فيه تراينجولار سبيس بينهم وبين بعض كان اسمه الفيمورال تراينجل. شرحناه بالتفصيل. مش كده ولا ايه يا جماعة؟ النهاردة بقى هكلمك في الأول كده يا عاطف عن بقية الانتيرو لاترال جروب كعضلات. اتفقنا ان الانتيرو لاترال جروب كمسلز يا جماعة عبارة عن أول عضلة عضلة عبارة عن أربع عضلات اسمها الكوادري سيبس فيمورز. كوادري يعني أربعة وسيبس يعني رؤوس. هي مش أربع رؤوس ده هي أربع عضلات. تاني حاجة يا جماعة عضلة اسمها سارتورياس دي شرحناها الحصة اللي فاتت صح؟ تالت عضلة معانا عضلة صغنونة ملهاش لازمة اسمها أرتيكولاريس جينيو مصر. يبقى تاني ارتيكولاريس جينيو سارتورياس كوادري سيبس. التلات عضلات دول يا عبده هم الانتيرو لاترال جروب. شرحنا احنا مع بعض تمام السارتورياس بيتهيألي قلنا هنعيدها تاني بسرعه بس اللي احنا هنشرحه النهارده بقيه العضلات وهنشرح حاجات تانيه معاها ان شاء الله. يلا نمسح ونشوف. يلا نمسح ونشوف. بصوا يا جماعه لو احنا اتفقنا ان دي الهيب بون ودي مين يا جماعه؟ ها دي الفيمر اهم جنب بعض والعظمه الثالثه اللي عليهم هي مين؟ هي التيبيا. امسكي كده يا امنيه. هي التيبيا يا جماعه بالمنظر ده. احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان السارتوري امنيه امسكيها كويس ما تخافيش كده من هنا اطلع حد اطلع عبده. اتفقنا يا جماعه ان السارتورياس الاوريجن بتاعها من عزيز ونازل كده عشان يمسك فين؟ في الميديال سايد اوف ايه؟ اوف تيبيا اللي كنت بسميه اس جي اس. كده كده هعيدها مع بقيه الاس جي اس النهارده. خلاص اوكي يا جماعه؟ يبقى دي اول حاجه عندي كانت السارتوريس. تعالى النهارده بقى نشرح الكوادريسبس. الكوادريسبس عباره عن اربع عضلات. تعالى نشوف بقى الاربع عضلات دول اساميهم ايه الاول كده مبدئيا نشوف اساميهم ايه الاول. العضله الاولى في الكوادريسبس اسمها يا جماعه ريكتس فيمورس. العضلة الثانية اسمها
هم عباره عن ثلاث عضلات بنسميهم الثلاثه فاستاي. حد يعرف يعني ايه فاستاي او يعني ايه كلمه فاستس؟ كلمه فاستس يعني شريحه. شفت انت لما تعمل اللي بيسوي منكم لحمه بارده سويتوها قبل كده؟ عملتها شرايح ولا انتوا بتعملوا حاجه ولا عارفين حاجه؟ بص عملتها شرايح، شريحه اللحمه بتبقى كبيره كده، حاجه شريحه لحمه. فالعضلات دي اول عالم بص عليها لقى شرايح على بعضها. لا عباره عن ايه؟ تحس ان عضله كده ماشيه زي ستاره، زي شريحه، زي باب، حاجه زي كده، فراح مسميها فاستاي. فسمى واحده فاستس ميدياليز، وسمى واحده فاستس انتر ميدياليز، وسمى واحده يا جماعه فاستس لاتيراليز. ادي الاربع عضلات بتوعها. هما اربع عضلات، كل عضله فيهم ليهم اوريجين مختلف. انا ليه اعتبرتهم عضله واحده يا دكاتره؟ لان كلهم في الاخر هيتجمعوا في انسيرشن واحد. عشان كده اعتبرتها عضله كبيره. على فكره يا جماعه دي العضله اللي قدام اللي قدام الفخذ على طول. خلاص يا جماعه العضله دي ايه قصتها بقى؟ نمسح ونشوف. تعال الاول ناخد الاوريجن بتاعهم الثلاثه. شكرا يا شيخ محمود. راح عمل الورقه اللي طبعته. محمود راح مشي. محمود مشي. طب خلاص ماشي. شكرا يا شيخ. تذكرت اللي هو ده بيطبعوها والله. خلاص والله. دول التاخير. مين اللي بيقول؟ المذكره هي ابني جاهز بالمره اللي فاتت وخدها وخد منها اصلا، والمذكره الثانيه معاهم اصلا على الفلاشه من اربع ايام. لا هو قال هو قال لك الكلمه دي؟ اه. ده لازم يتحاسب. يتحاسب مرتين. يتحاسب ثلاث مرات. مره علشان اخر المذكره، ومره عشان كذب، ومره عشان غبائه كده. بالحركه اللي هو قالها دي. ليه بقى؟ لان حتى لو انا اللي مأخر ما ينفعش يقول ان انا مأخر. نعم؟ ما انا بقول لا برضه ما ينفعش. يعني حتى لو انا اللي مأخر ما ينفعش يقول. ليه بقى؟ لان في جميع الاحوال انت لما تشتغل مع حد، يعني في يوم من الايام عاطف لو ربنا اكرمك كده اشتغلت مثلا سكرتير مع اي حد، تمام؟ ايوه ربنا يكرمك ما تقطعش بس، تمام كده؟ هتعرف ان من مبادئ نجاحك في عملك السكرتيري انك ما تغلطش المدير بتاعك ابدا. ما تطلعش العيب عنده ابدا. لازم يبقى العيب عندك انت. وبعد ما تغلط ثلاث مرات هيعمل المذكره؟ هيعملها. لا المذكره هتكون جاهزه ان شاء الله ممكن بعد الحصه على طول. وانا هروح اصلا على فكره، انا لو كنت لغيت الحصه كنت شديت عليهم وقفت جنبهم عشان اعملها، زي ما عملت في مذكره في مذكره فاتت كده بتاعت النيورو تقريبا، وقفت عليهم عشان يعملوها. فان شاء الله ممكن بعد الحصه على طول لو ما كانش عاملها ربع ساعه بالظبط وارجع خدها. لا طبعا انت عارف انا بروح بكهرب الدنيا هناك. حد شافني قبل كده هناك؟ اه. شفتني لما بروح اكهرب الدنيا؟ مش قوي يعني. نعم؟ شفت حضرتك ماشي بتصور. اه صح بس بكهرب الدنيا خالص. سيب اللي في ايدك. مش كده؟ ما هو بكهرب الدنيا بضطر اعملها بقى يا عاطف اعمل ايه؟ بضطر اقول يا ابني وسع المكنه مصور عندي. اخلص. بصوا يا جماعه انتوا عارفين مشكلتي ان انا شخصيه قويه جدا وعنيف جدا وشرير. فانت حصلت العمل امبارح؟ والله حصلت العمل امبارح من الحصص الحمد لله من الحصص اللي مش هتشوفها تاني. حصه بجد اللي غاب فيها خسر كتير يا عاطف. واخد لي بالك؟ نعم؟ واخد لي بالك يا عاطف اللي غاب فيها خسر كتير. مش هتبقى غيب كويس. انا بجد انت جيت؟ انا جيت. ماشي. بصوا يا جماعه ادي العظمه اللي هي الفيمر. الفيمر من قدام عامله كده يا جماعه. خلاص يبقى ده الانتيريور سيرفس. ده الميديال وده اللاترال اهي. سوري انا رسمت العكسيه مش مشكله. خلاص اوكي. دي جريتر تروكانتر ودي ليسر تروكانتر. جي دي وال دي. حلو الكلام؟ طيب عندي ما بين البتاعتين دول في خط اهو.
اسم الخط ده يا جماعة، اسم الخط ده انتر تروكانتريك لاين، انتر تروكانتريك لاين. طب لو قلبنا العظمة، لو قلبنا العظمة هنلاقيها عاملة كده، ادي الهيد دي من ورا يا جماعة، اوكي. لو من ورا بصيت على العظمة هتلاقي الانيا اصبرا برضه ستيل، ده اللاترال وهيبقى ده الميديا اللي هو ناحيه الهيد. الانيا اصبرا مكمله تحت بحاجه اسمها سوبرا كوندايلر ريدج، سواء بقى كانت ميديا او لاترال، برضه الانيا اصبرا ليها ميديا ليب او حافه ولاترال ليب. اوكي يا جماعه، دي جريتر تروكانتر ودي الليسر تروكانتر، وما بينهما الحته دي اسمها انتر تروكانتريك كريست لانها حته مرتفعه. تحت الليسر تروكانتر على طول في لاين اهو، كله شايفه؟ كله شايف اللاين ده؟ على فكره العظمه عندي بروميننت جدا، كله شايفه؟ اسمه سبايرال لاين، يعني في لاين هنا كده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه سبايرال لاين، جاي من قدام على ورا. وجنب اللاترال ليب اوف لينيا اصبرا في حته خشنه اهي، اللي هي الحته اللي هي دي. ان شاء الله هنعرف اسمها جلوتيال تيوبروست. يعني ايه جلوتيال يا جماعه؟ كلمه جلوتيال هي المقعده. عندنا ثلاث عضلات في المقعده اسمهم الجلوتياي ماسلز. جلوتياس ماكسيمس اللي هي الكبيره، جلوتياس ميدياس في النص، جلوتياس مينيماس اللي هي الصغيره. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب انت عايز تقول لي الاوريجن بتاع الثلاثه فاستاي، الاوريجن بتاع الثلاثه فاستاي على الفيمر. اول واحده فيهم اهي يا جماعه، جايه من الابر ثلاث ارباع اوف انتيريور اند لاترال سيرفيس اوف فيمر، ودي الفاستاس انترميديتس، عضله كبيره قوي. عشان كده يا جماعه العضله دي عشان تبان لازم تشيل العضلات كلها. انت عارف يعني انا هقول لك دلوقتي ان الفاستاس مثلا ميديالز جايه من، بص انا هلونها بالازرق بس عشان تبان، الفاستاس ميديالز اهي يا جماعه، يبقى دي اسمها ايه؟ فاستاس ميديالز. يبقى الفاستاس ميديالز عباره عن لينير اوريجن. يعني ايه لينير اوريجن؟ عضله جايه كانها خط كده جايه من هنا وطالعه بعد كده بالشكل ده عشان تغلف المكان ده. انت فهمتها عامله ازاي؟ يعني عباره عن اوريجن خطي وطالع عشان تعمل كده يا انس. يقوموا العضله دي سموها فاستاس ميدياليس. الفاستاس ميدياليس يا دكاتره اول حاجه عايزك تعرفها فيها ان الاوريجن بتاعها زي ما اتفقنا منين؟ يقول لك بص لور بارت اوف انتر تروكانتريك لاين سبايرال لاين، بعد كده ها ميديال ليب اوف لينيا اسبرا ميديال سوبرا كوندايلر ريتش. طب الفاستاس لاتيراليس جايه العكس، جايه من الناحيه الثانيه عشان تغلف برضه كده يا غاده. يبقى الاثنين عملوا كده، غطوا على مين؟ غطوا على الفاستاس انترميدياليس. يبقى عشان تشوف الفاستاس انترميدياليس لازم تقطع العضلات دي وتكشفهم كده، تعمل لهم ريتراكشن عشان تشوفها في النص قدامك. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ يبقى اذا العضله الثالثه اسمها فاستاس لاتيراليس، الفاستا لاتيراليس جايه منين؟ جايه من هنا. جايه من هنا. متخيلينها؟ يبقى ايه الاوريجن بتاع الفاستاس ميدياليس؟ الفاستاس ميدياليس لو بصيت على العظمه، بص من لور بارت اوف انتر تروكانتريك لاين، سبايرال لاين، ميديال ليب، ميديال سوبرا كوندايلر ريتش. الفاستاس لاتيراليس الابر بارت اوف انتر تروكانتريك لاين، جريتر تيوبروستي. امشي معاها ها جلوتيال تيوبروستي لاترال ليب اوف سوبرا اوف سوري لاترال ليب اوف لينيا اصبر، ما كملتش لحد تحت. نقول تاني يا جماعه، طيب ادي الاوريجن بتاع الثلاث عضلات. الثلاث عضلات دول زي ما اتفقت، وان فاستس موجوده هنا، فاستس ثانيه جايه من هنا ومغطياها، فاستس ثالثه جايه من الناحيه الثانيه ومغطياها. في عضله بعد كده عندهم في النص،
العضلة دي أول عالم بص عليها قال لك ده دي العضلة المستقيمة فسماها ريكتس أبدومينس مصر. ولقى إن الريكتس أبدومينس مصر فيها حاجة عجيبة جدا. جاية يا جماعة منين؟ جاية من هنا. يعني إيه من هنا؟ جاية من الهيب بوم. بص لو رسمت لك الهيب بوم من ورا أهي. نعم؟ ريكتس فيمورس. ريكتس فيمورس. اوكي يا جماعه بص كده لو ده معاك عزيز اللي هو انتيريور سوبيريور اليك سباين وده يا جماعه ايز انتيريور انفيريور اليك سباين عندنا يا شباب البتاعتين دول وده كده الاسيفابلم صح نلاقي ايه يا جماعه العضله دي ليها اتنين هيد على فكره يعني الريكتوس فيمورس ليها اتنين هيد شوف الغلاسه بص وان هيد جايه من هنا والوان هيد يعني الوان هيد جايه من هنا من ايز والثانيه جايه من فوق الاسيتابلم عشان يطلعوا الاثنين على قدام ويعملوا لي مين؟ ريكتس فيمورس مصر فاهمين حاجه يا جماعه؟ يعني واحده جايه من هنا وواحده جايه من هنا وطالعين الاثنين على قدام عشان يبقوا قدام الفيمر طالعه واحده من هنا وطالعه واحده من هنا عشان يعملوا لي الاثنين ريكتس فيمورس مصر فيقوموا مسميين الهيد اللي جايه من ايز ستريت هيد والهيد اللي جايه من اباف الاسيتابلم دي عامله ريفليكشن فيسموها ريفليكتد هيد العضله اللي انا بقولها دي مهمه نظري بتنزل احيانا خلاص الكوادريسبس بتنزل ام سي كيو خلاص اوكي بتنزل في العملي على الجرات بقى او على الصور او على الكلام مفهوم الكلام ده يا جماعه لكن تنزل على العظمه بص الفاستاي اللي هو الفاستاس ميدياليس واللاتيراليس او اللينيا اسبر عموما ما بينزلهاش في العملي لكن ممكن ينزل لك مين الفاستاس انتر ميدياليس او ممكن ينزل لك الريكتس فيمورز لانها واضحه ايز وريفليكتس دول ممكن ينزلوا فهمتوا حاجه يا جماعه لكن الفاستاي او اللينيا اسبر عموما ما بينزلهاش في العملي من دلوقتي كده لحد ما ناخد العظم ان شاء الله اللينيا اسبر ما بينزلهاش في العملي لان الليله الاصفر الحته دي كده عليها حوالي 9 عضلات فطبعا انت مستحيل بقى وانا معلم لك خط هتقعد بقى تقلب فهمتوا القصه ماشيه ازاي عشان كده ما بتنزلش لكن الحاجات دي ممكن تنزل في العمل يعلم لك على اي عظمه من دول يبقى اذا يا جماعه ادي الثلاث عضلات او سوري الاربع عضلات الاربع عضلات يتجمعوا مش دي عندك كده اسمها الفيمر ودي التيبيا التيبيا لو حضرتك حطيت ايديك تحت ركبتك على طول تحت الصابونه هتحس ان في بروز في التيبيا البروز ده اسمه ايه يا جماعه؟ تيبيال واضح على فكره جدا اسمه تيبيال تيوبروستي على فكره تيبيال تيوبروستي حاجه غير الباتيلا دي الباتيلا اوكي دي اسمها يا جماعه باتيلا ودي ايه؟ تيبيال تيوبروستي ركز بقى معايا تبص تلاقي ان عندك العضله دي عملت تندون واحد التندون ده خد الباتيلا في قلبه. عارف يعني ايه؟ يعني غلف الباتيلا كده. خد الباتيلا معاه، حتى كان يقول لك تعريف السيساموييد بون زمان، ما الباتيلا السيساموييد، تعريف ايه يا جماعه؟ ان هي سمول بون امبيدد محشوره مزنوقه في قلب تندون. التندون ده يروحوا مسمينه تندون اوف كوادريسبس. لما يوصل الباتيلا يروح عامل لك حاجه اسمها ليجامنتم باتيلي او واحد يجي يقول لك ايه باتيلر ليجمنت هيقول لك ده حاجه غريبه ايه اللي حاجه غريبه هي ايه خلاص عشان تمسك في التيبيال تيوبس دي هادي يا جماعه العضله الاولى عندنا او تعتبر بقى العضله الثانيه اللي احنا واخدين السارتوريس المره اللي فاتت يبقى العضله الاولى عندنا يا عمر هي ايه كوادري سيبس فيمورس الكوادري سيبس فيمورس اربع عضلات ثلاثه باستاي وان ريكتس كلهم متصلين او عاملين انسيرشن عن طريق الليجامنت باتيلي في التيبيال تيوبس دي طب ايه هو النيرف سبلاي بتاعها مش احنا لسه قايلين ان كل الفرنتال جروب فيمورال نيرف ايوه بس دول يعتبروا اربع عضلات يبقى اكيد الفيمورال نيرف مش هيديها برانش واحد ده هيديها ايه؟ اربعه عشان كده يقول لك فيمورال نيرف ايتش ماسل او ايتش هيد باي سيبريت برانش يعني ايه باي سيبريت برانش؟ يعني في نيرف اسمه نيرف تو فاستاس ميديانس نيرف تو فاستاس لاتيرالس نيرف تو فاستاس انتر ميديانس نيرف توريكتس فيمورس فهمتوا حاجه؟ طيب يا ترى ايه الاكشن بتاعها؟
هي دي محتاجه كلام يا جماعه. ما الاكشن بتاعها عباره عن ايه؟ الاكشن بتاعها يا جماعه هو الاكستنشن اوف ني. طب في حاجه، هي انت مش عندك منهم عضله اسمها يا جماعه ريكتس فيموريس جايه من عند من الهيب من هنا لحد الفيمر او لحد تحت؟ العضله دي لو شديت الانسيرشن على الاورجن مش تعمل كده؟ ايوه، مش الانسيرشن تحت. لو انت شديت الانسيرشن على الاورجن مش هتتني. امسكي كده يا ابني. لو انت شديت الانسيرشن اللي هنا على الاورجن اللي هنا مش هتشد العظمه كده؟ يبقى عملت فليكشن للهيب ولا لا؟ يبقى الريكتس فيموريس كمان زياده عليها، يعني هي كلها بتعمل اكستنشن الريكتس فيموريس. بس خلي بالك اكستنشن للني، الريكتس فيموريس بتعمل كمان فليكشن اوف. اخر عضله هقولها في الجروب ده، العضله دي موجوده هنا، انا بقولها بس عشان العملي، لكن هي طبعا مش عليكم في الامتحان، وتلاقيني حتى مش كاتبها في مذكره، تروح كاتبها طبعا. عضله هنا اسمها ايه يا جماعه؟ ارتكيولاريس جينيو. جينيو يعني ايه يا جماعه؟ ربة. وارتكيولاريس يعني ايه؟ مفصل. ده عضله ماسكه من هنا من اللور بارت اوف فرونت اوف فيمر، يجيبها لك في امتحان العملي علامتين في الحته دي. لازقه كده صغيره تحت هنا، تقول له دي ارتكيولاريس جينيو. الارتكيولاريس جينيو دي يا جماعه ماسكه فين بعد كده؟ في الكبسول بتاع الني جوينت، طبعا مسؤول عن السبورت وكلام فارغ ما تشغلش بالك بيه. نقول تاني يا جماعه، طب ايه النيرف سبلاي بتاع الارتكيولاريس جينيو؟ مش هي من ضمن الانتيريور جروب؟ يبقى في مورال نيرف. خلصنا العضلات اللي انا عايزها النهارده، مش هقول عضلات تاني كفايه عليكم كده. يلا بقى ندخل في حاجه تانيه، يلا ندخل في حاجه تانيه. هصور حاجه اصورها عشان حاضر. حلو. لا احنا بنعلم الديلتين غلسه، بس هي طالعه من مكان ايه؟ يعني هي طالعه من الحتتين دول. احنا قلنا يا عاقب ان احنا عندنا المسلز اوف ذا ساي، الفرونت اوف ساي، ثلاث عضلات. سارتوريس خدناها الحصه اللي فاتت، كوادريسبس فيمورس اهي، كوادريسبس اربع عضلات، ريكتس فيمورس ليها اثنين هيد، ستريت هيد وريفليكتد هيد. الستريت هيد بنعيس اللي هي ايه؟ انتيريور انفيريور اليكس فاين، والريفليكتد هيد اباف الاستابل. بعد كده فاستس انتر ميديالس من قدام الفيمور، بعد كده فاستس ميديالس وفاستس لاترالس. انت شفت الاورجن بتاعه اتجمعوا مع بعض وعملوا لي يا جماعه تندر واحد سميته او مسك في الباتيلا، عمل الليجامنتم باتيلي مسك في التيبيا تيبوس. ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ فيمورال نيرف. ايه الاكشن بتاعها؟ كلها اكستنشن اوف نيد، بس الريكتس فيمورز بتزود عليها كمان انها تعمل فليكشن. مفهوم يا جماعه الكلام؟ هناخد دلوقتي حاجة تانية، الحاجة دي مهمة برضو وبتنزل في الامتحان كتير، ما لازم الحصة يبقى فيها كده وكده. صبرتوا خلصتوا؟ دي لازم كده بصوا يا جماعة، احنا هناخد حاجة اسمها الادكتور كانال. اسمها ايه؟ الادكتور كانال، او اسمها التاني سب سارتوريال كانال، هنكتبها دلوقتي، او اسمها التالت كانال اوف هانتر. هانتر ده اسم عادي خلاص. اوكي بصوا يا جماعه، ده ورق امتحان بتاع سنه ثالثه، ما هو مصير الامتحانات انها بتتوزع كده طبعا. لا مش بتاعتكم، انا امتحاناتكم على فكره كلها عندي في البيت، عمري ما لقيت امتحان لطاقه، حتى من السنين اللي فاتت كلها عندي كتله كده في البيت مليانه امتحانات. بفكر بقى ان انا استرزق بيهم الفتره اللي جايه، احطهم عليا عربيه كده وامشي. بصوا يا جماعه، لو احنا دلوقتي عملنا تاني الفيمورال تراينجل، معلش ركز معايا لحظه عشان تفهم الحاجه دي. تيجي عدوا معايا هنا، تيجي انس، حد منكم يجي. تعالى يا عاطف، تعالى يا عمر، اي حد من الولاد يجي يا جماعه. شكرا يا عاطف.
يلا يا دكتور عايزين التقطيع هنا سهل ماشي. عايزين بقى ايه اعلى شغل. بصوا يا جماعه عاطف بس هيمسك الايه العظمتين دول معلش دي مع دي. العضله الاولانيه اسمها سارتوريس اهي. هاتي هاتي قطعي. لا هدي بقى هنا بصي بس دي بس خالص. سمير جايب لنا لزق لا يطلب الحاجه فين ماشي اوكي. ادي مين يا جماعه؟ ادي السارتوريس اهي اوكي. السارتوريس المفروض هتلف عشان تمسك فين؟ زي ما اتفقنا عشان تمسك في التيبيا من هنا. يعني لو احنا حطينا التيبيا ارفع ايديك لفوق شويه عطف معلش. لو حطينا التيبيا كده يا جماعه فالسارتوريس هتمسك هنا. معايا واحده في العربيه بس نسيت اجيبها. اوكي يا شباب ادي مين؟ ادي السارتوريس. تخيلتوها ولا لسه؟ تخيلناها الحمد لله. ماسكه في عزيز هنا في التيبيا تحت في الاس جي اس ميديال سيرفيس اوف تيبيا اس جي اس شرحناها المره اللي فاتت. عامله كده يا جماعه متخيلينها لحد دلوقتي؟ طيب ركز في اللي جاي عشان اللي جاي صعب قوي. مش احنا كان عندنا عضله اسمها ادكتور لونجس اهي. فين الادكتور لونجس يا جماعه؟ المفروض سيب يا محمد دي وامسك بقى العضله كويس. الادكتور لونجس مش المفروض جايه من هنا من تحت البيوبيك تيوبيركل وراح تمسك في الفيمر على الجنب هنا؟ خلاص اوكي. يعني الدكتور لونجس ان شاء الله لما نشرحها جايه من الفرونت اوف بيوبيك بون من تحت البيوبيك تيوبيركل على طول. حلو الكلام. وراح تمسك فين؟ راح تمسك في الفيمر. فين في الفيمر؟ هي تعتبر راح تمسك جنب اللينيا اسبرا على الميديال سيرفيس او على الميديال لاين بتاع اللينيا اسبرا. حلو كده الكلام يا جماعه اهي. كله متخيل. امسك العظم من هنا. امسك العظمه من هنا بقى. ايوه صح كده شاطر. حصل اوفرلاب للسارتوريس على مين؟ على الادكتور لونجس. فعملوا لي مع بعض هنا مين؟ فيمورال تراينجل. ولو انا حطيت الانجواينال ليجامنت هنا يبقى ده الفيمورال تراينجل. يبقى ايه الباوندريز اوف فيمورال تراينجل؟ ركز عشان بجد السب سارتوريال كانال او الادكتور كانال عمرك ما هتتخيلها بالرسم. ركز عشان تشوفها. زي الفيمورال تراينجل والفيمورال شيس اللي عملناها المره اللي فاتت كده. اوكي. يبقى هنا يا جماعه لو حطيت انا الانجواينال ليجامنت اهو يبقى فين الفيمورال تراينجل؟ الفيمورال تراينجل انجواينال ليجامنت ميديال بوردر اوف سارتوريس. يعني السارتوريس مش جوه. ميديال بوردر اوف ادكتور لونجس يعني ادكتور لونجس تبعه. اوفرلاب ما بين السارتوريس على الادكتور لونجس عمل الايبكس اوف فيمورال تراينجل. حتى الان في مشكله؟ طيب تعالى بقى نشوف يا ترى بعد الفيمورال تراينجل ما خلص ايه اللي يحصل؟ في عندي كانال. الكنال دي يا جماعه هي السب سارتوريال كنال. والسب سارتوريال كنال على فكره يا شباب هي اللي تحت الايبكس اوف فيمورال تراينجل على طول اللي هي دي. امسك من تحت على طول. كله متخيل؟ عارف فين السب سارتوريال السب سارتوريال كنال؟ لو لفينا بمحمد عاطف كده السب سارتوريال كنال المفروض المكان ده تحت السارتوريس. تعال نشوف الباوندرز بتاعتها. ركز بس معايا. يعني السارتوريس هي اللي اوفرلابت. مفهوم الكلام ده؟ اسمها يا جماعه سب سارتوريال كانال. يبقى من اسمها كده تحت السارتوريس. اسمها الثاني ادكتور كانال. يبقى ريليتد لمين؟ اكيد للادكتور لونجس واكيد ده حاجه كمان زي ما هنقول دلوقتي. في عضله هناخدها ان شاء الله عضله كبيره قوي اسمها ادكتور ماجنس. من اسمها كده ماجنس حاجه كبيره. الادكتور ماجنس دي يا جماعه ان شاء الله لما ندرسها هتعرف انها لازقه في المكان ده. امسك كده يا محمد. بايديك بقى الثالثة ومال ايديها مع بعض كده. بص كده احمد ايديك. بص كده جنبك. ثبتها بس. دي عضلة اسمها ايه يا جماعة؟ الدكتور. الدكتور. ان شاء الله هنشرحها بعدين.
يبقى دي اسمها يا جماعه الادكتور ماجنس. حتى الان في حد مش فاهم؟ يبقى اذا لو انا قلت لك الكنال دي محشوره ما بين السارتوريوس والادكتور لونجس والادكتور ماجنس ورس، يبقى الفلور بتاع الكنال دي عباره عن ايه؟ ادكتور ماجنس وادكتور لونجس، صح؟ طب والروف بتاع الكنال مش يعتبر سارتوريوس؟ هل سارتوريوس بس ولا معاه حاجه كمان؟ هقول لك معاها ايه دلوقتي، ركز معايا. هو احنا يا جماعه مش من شويه لسه قايلين ان في عضله اسمها فاستس ميدياليس؟ هي الفاستس ميدياليس دي هتيجي منين؟ لو انا جبت الفاستس ميدياليس هجيبها من اللينيا اسبرا من هنا، صح الكلام؟ طب الفاستس ميدياليس اللي جايه من اللينيا اسبرا يا ترى طالعه تحت السارتوريوس ولا فوق السارتوريوس؟ بمعنى اخر لو احنا شلنا دي كده الفاستس ميدياليس دي هاجم، تخيلتوها؟ يبقى دي الفاستس ميدياليس وطلع على قدام كده. امسك يا محمد ده، امسك من هنا بس لحظه، بص لما تلزق هتفهمها وهتتخيلها كويس قوي. طبعا الناس دلوقتي تخيلت ادي الفاستس ميدياليس، بص الفاستس ميدياليس طالعه من ورا وطلعت على قدام، والفاستس لاتراليس الناحيه الثانيه، فهمتوا حاجه؟ السارتوريوس معديه عليهم، انا هرسمها لك دلوقتي. السارتوريوس وهي معديه كده يبقى فين الفاستس ميدياليس؟ اهي. فين السارتوريوس؟ اهي. فين الادكتور ماجنس؟ اهي. لف يا عطف بقى معلش كده. يبقى لما اجي اقول لك الروف بتاع الكنال معمول بالسارتوريوس والفاستس ميدياليس، بص الفاستس ميدياليس اهي، ادي الفاستس ميدياليس وادي السارتوريوس كده، يبقى كده يا جماعه اقدر اقول ان الروف بتاع السب سارتوريال كانال عباره عن انتيرو لاترال. مين يا جماعه؟ ها الفاستس ميدياليس والسارتوريوس، او الروف معمول بالفاستس ميدياليس والسارتوريوس، والفلور معمول بمين؟ بالادكتور لونجس والادكتور ماجنس. تخيلتوها؟ يبقى فين السب سارتوريال كانال؟ مش كده يعتبر السب سارتوريال كانال هي الحته دي اللي فيها القلم، صح الكلام؟ يعني كده تعتبر الادكتور كانال هي التكمله بتاعه الفيمورال تراينجل بعد الايبكس اوف فيمورال تراينجل. بدايه الادكتور كانال هي الايبكس اوف فيمورال تراينجل. طب ونهايه الادكتور كانال ايه؟ هي مش دي الادكتور ماجنس؟ بص الادكتور ماجنس فيها فتحه، الفتحه دي يا جماعه اهي كله شايفها، اسمها ادكتور هايتس. لف يا عطف معلش بقى كده وريها لهم من قدام. انت عملت ايه يا ابني؟ لا كده عكس. ايوه شاطر. شايفينها ولا مش شايفينها الادكتور هايتس؟ عارف ايه وظيفه الادكتور هايتس دي؟ ارفع ايدك فوق يا عطف معلش. فين السب سارتوريال كانال يا جماعه؟ شيل السارتوريوس، شيل الفاستس ميدياليس. دي عطف ايديك الثانيه معلش، امسك دي. لا دي الورقه. ادي الفاستس ميدياليس، ادي السارتوريوس، شيلهم تلاقي الادكتور لونجس والادكتور ماجنس. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ يبقى ده الفلور وده الروف. حلو كده الكلام؟ طيب بدايه الادكتور كانال هي الايبكس اوف فيمورال تراينجل، ونهايه الادكتور كانال هي الادكتور هايتس دي. عارف ليه؟ الادكتور هايتس دي مش احنا كان عندنا حاجه اسمها الفيمورال فيسلز معديه في الفيمورال تراينجل تكمل كمان في الادكتور كانال. اول ما توصل هنا تعدي من هنا عشان ترجع فين؟ عشان ترجع على ورا. خلاص اوكي يا جماعه؟ تعدي من هنا عشان ترجع على ورا. معلش هو هو هو, هو احنا عاكسين حاجه يا عاطف، انا مش عارف في حاجه غلط انت عاملها. ايه هي؟ مش عارف. انا اللي عاملها، انا ما عملتش حاجه. مش ورا اصلا. بس كده. هو محمد معلش يا جماعه. كده. لف لف يا محمد، تديهم ظهر العظمه. انا عمال اقول في حاجه غلط يا جماعه. اهي. اظن كده متخيلينها اكتر صح؟ ما هي هنا من قدام اهي. خلاص اوكي؟ من قدام ادي الفاستس ميدياليس وادي السارتوريوس، ومن ورا يا ابني لفها لهم كده ارجوك. كده ورا ايوه، يبقى احنا لزقنا العضله غلط. انا بقول برضه في حاجه لزقت غلط. ما هو انت السبب. صح كده؟ ما انا برضه بقول في حاجه غلط يا جماعه. في
في حاجه غلط مهمه فعلا فعلا. برافو عليك. بصوا يا شباب، ادي الادكتور لونجس، الادكتور ماجنس المفروض ميديال هنا، احنا لزقناها لاترال بس عاطف ما قالش. كتم على الخب اهي يا جماعه، فهمتوها؟ فلما اجي ابص من قدام يبقى كده العضله، السارتوريوس قدام، الفاستس ميدياليس قدام، الادكتور ماجنس ورا، عشان اعدي الفيسلز من هنا لورا. يعني الفيسل هيعدي اللي هو الفيمورال فيسل من هنا خلال الادكتور كانال، او الادكتور سوري كانال، بعد كده الادكتور هيدقس عشان يبقى ورا هنا. لما يبقى ورا هنا يبقى بقى بالجوبليتيا الفصه بقى اسمه جوبليتيا الفيسل. فهمتوها؟ تخيلتوها؟ نرسم؟ نرسم بقى. اقعد يا عاطف، اقعد يا عاطف، انا غلطان اللي طلعتك اخر مره تطلع معايا عاطف. محمود فايز لما بيمسك الحاجه عليه ماسكه عنب، تبص تلاقي ماسك الحاجه مظبوطه. ماشي ماشي يا عاطف، يعني اعمل يا اخي كوبايه الشاي اللي احنا جبناها لك من اسبوع. نمسح يا جماعه ونرسم. انا هتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الادكتور كانال. نعم؟ عايز شاي النهارده؟ ماشي ماشي حاضر، هشوف لك القصه دي ان شاء الله. بصوا، الدكتور كانال او اسمها التاني سب سارتوريال كانال او اسمها التالت هانترز كانال. كلامه هانتر، حلو كده الكلام يا جماعه؟ طيب الراجل بقى قال لك الكلام دي عباره عن ايه؟ لو انا رسمت لحضرتك ادي عزيز وادي يا جماعه الانجواينا الليجن، ادي البيوبيك تيوبيركل وده الانجواينا الليجن وده الانجواينا الليجمنت. كان عندي يا جماعه عضله جايه من هنا اسمها ايه يا دكاتره؟ سارتوريس. وعضله جايه من المكان ده هبعتها تحت السارتوريس كده اسمها الدكتور لونجس. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ والمفروض ده الميديال وده اللاتر. كان عندي لو انا حطيت لحضرتك الفيمر هنا هحطها فين؟ مش المفروض يا جماعه ده عزيز يبقى هنا الفيمر في المكان ده تقريبا؟ تقريبا يعني. تيبيا المفروض تبقى هنا. صح كده الكلام؟ ايوه انت لو كملتها كده هتجي لك الهيد كده والايه؟ كيوبريكل بالمنظر ده. ما بص سوري بس دي العظمه الثانيه. يعني لو حطيناها بالشكل ده اهي، لا اهي اهي تخيل؟ يبقى في مره تتحط فين؟ في مره تتحط هنا. فهمتوها يا شباب؟ طيب يبقى اذا يا جماعه السارتوريوس راح هتمسك فين؟ على الميديا سيرفيس اوف تيبيا هنا حاجه اسمها اس جي اس. هي السارتوريوس. طب معلش يا جماعه لحظه. الو؟ ايوه مين معايا؟ اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. تمام بس هما كان لا من انا يعتبر دلوقتي مش ليا لان هما كان ليهم جزء يعني فاهم. تمام تمام تمام.
تمام. هو فعلا كلمني فعلا من حوالي اسبوع كده او 10 ايام، فعلا ده حقيقي صح. دكتور اسماعيل فعلا كلمني من 10 ايام. مفيش مشكلة، بس مفيش أي مشكلة، بس يعني حضرتك بس اديني كذا يوم على ما أخلص بس الجزء اللي كان فاضل له. مفيش مشكلة يا فندم، خلاص أي وقت يا دكتور أحمد عادي، أي وقت عادي، أي وقت، مش هتضيع يعني، ببسيطة في بيتها إن شاء الله. موجود يا فندم، أه موجود حوالي الساعة من 1 لـ3 ان شاء الله. لا قبل كده ما بقاش موجود. يا فندم. لا بلاش، لان مش بدخل حد في الازمه في الكلام. عادي يا فندم، خليه مع حضرتك عادي، وانا ابقى اكلم، انا هسجل رقم حضرتك وابقى اكلم حضرتك ونتقابل اي وقت عادي، يعني مش فارقه كتير ان شاء الله يا دكتور احمد. ما تقلقش، مش فارقه كتير يا دكتور احمد، انا هسجل رقم سيادتك وهيبقى بينا تليفون ان شاء الله، مفيش مشكله خالص. يا فندم مفيش حاجه، في بيتها ان شاء الله، في بيتها ان شاء الله. حاضر. انا تمام ماشي خلاص يا فندم. حاضر. انا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، اي يوم الاسبوع اللي جاي هكلم حضرتك ونتقابل ان شاء الله، مفيش مشكله خالص. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. مفيش مشكلة. حاضر. لا حاضر يا دكتور، حاضر يعني، لا حاضر. مفيش أي مشكلة. لا يا دكتور يعني، يعني تحت أمرك. خلاص خلاص يا فندم، هنتواصل إن شاء الله، هنتواصل إن شاء الله مع بعض يا دكتور. ماشي. لا إن شاء الله طبعا يا دكتور، طبعا طبعا إن شاء الله. ماشي يا فندم، لينا الشرف، لا لينا الشرف. ألف سلامة يا دكتور أحمد، مع السلامة. أوكي يا جماعة، يبقى دي السارتوريوس ماسكة في حاجة اسمها الإس جي إس. خلاص أوكي؟ طيب لو بصينا مع بعض هنلاقي إن كان في عضلة تالتة. العضلة التالتة دي جاية من ورا فمش باينة هنا. هي بدأت تبان لي في الحتة دي. والعضلة دي حتى ليها فتحة هنا. خلي بالك انا شادد السارتوريس عشان اشوف اللي تحت. انت متخيل الرسمه دي؟ يعني المفروض السارتوريس دي تبقى مداريه الكلام ده. انا شاددها على الناحيه دي شويه عشان اعرف اشوف اللي تحتها. اللي تحتها دي يا جماعه الدكتور ماجنس. ودي على فكره الدكتور هيتس. هيتس يعني فتحه. ودي على فكره الايبكس اوف فيمورال تراينجل. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ خلي بالك، باكد عليك تاني ان المفروض السارتوريس دي يا جماعه كده شويه، انا ساحبها بس ناحيه الميديال عشان اعرف اشوف اللي تحتها، يعني المفروض اللي تحتها ما يبانش. اوكي يا جماعه؟ طيب فين الفاستس ميدياليز يا هاله على الرسمه دي؟ مش المفروض جايه من ورا، يعني المفروض هنا، يعني المفروض لو انا حبيت ارسم الفاستس ميدياليز يا دكاتره، مش المفروض ارسمها هنا تقريبا؟ بدليل الكلام ده؟ كده حضرتك فهمت؟ يعني انا عندي يا جماعه عضلتين، عضله اسمها سارتوريس وعضله اسمها فاستس ميداليس، عاملين على بعض كده. السارتوريس مغطيه الفاستس ميداليس كده. اوكي؟ شيلهم تلاقي الادكتور ماجنس وحته من الادكتور لوكس. يبقى مين اللي عامل الروف بتاع الادكتور كانال؟ ها؟ سارتوريس اند فاستس ميداليس. مين اللي عامل الفلور اوف الادكتور كانال؟ الادكتور لوكس اند الادكتور ماجنس. مين بدايه الادكتور كانال؟ الايبكس اوف فيمورال تراينجل. مين نهايه الادكتور كانال؟ الادكتور هايتس. حلو الكلام؟ ايه بقى الكونتنت اوف الادكتور كانال؟ بصوا يا جماعه، لو احنا بس عشان ما نبوظش الرسمه، لو احنا سحبنا الحاجات دي هنا، مش كان المفروض في المكان ده في عندنا حاجه اسمها فيمورال فين ميديالي؟ وكان عندي لو ده الميديال وده اللي انا سحبت الحته دي كده رسمتها. فهمتوني يا جماعه؟ يعني بدل ما احط الكونتنت ده جوه والرسمه تتشوه اكتر، انا حطيتها بعيد. لقيت عندي الفيمورال ارتري اهو. الفيمورال فين والفيمورال ارتري من اول ما بداوا لحد حتى ما انتهوا بعد كده البوبليتيال بيلعبوا مع بعض لعبه السلم والتعبان، ده بجد. يعني بص
تبص تلاقي الاثنين كده، الفيمورال فين هنا والارتري هنا، بعد كده تلاقي الارتري عدى بقى هو اللي ميديال والفين اللي لاترال، بعد كده تلاقي الارتري عدى تاني رجع تاني لاصله بقى لاترال والتاني بقى ميديال، متخيلين القصه؟ تمام. بيعدي فين بقى؟ يقول لك بص لو ده الفيمورال فين وده الفيمورال ارتري، الفيمورال ارتري يعدي من هنا عشان يبقى ايه يا جماعه؟ من ورا الفين. ايوه. عشان يبقى الفيمورال ارتري هو اللي ايه؟ هو اللي ميديا. حلو الكلام؟ طيب ركز معايا قوي، الله يعني الفيمورال ارتري عدى من اللاترال للميديا. طب جنبهم ايه؟ دول كانوا في شيث مش كده؟ وكنا بنقول الحصه اللي فاتت ان انا عندي لو انا افتكرتهم حتى من الميديا لللاترال بكلمه فان. عندي في نيرف لاترال بس بره الشيز كان اسمه ايه؟ مش كان اسمه يا جماعه فيمورال نيرف؟ كان بره الشيز. الفيمورال نيرف من ضمن برانشاته في نيرف مهم قوي ماشي كده. اسم النيرف ده ايه من ضمن البرانشات؟ صافينس نيرف. هو يعني ايه صافينس اصلا؟ صافينس صافينس بقى اللي هو ايه صافينس ده بقى؟ تمام كده؟ والنبي ما تفكريني بالكلمة دي، أصل السنة اللي فاتت كنت بشرح حاجة زي كده فبشرح لهم جريد صافي ناس فين؟ فطالب ترجمه في المجموعة الترجمة الحرفية فبيقول لي وليد صافي ناس العظيم. معرفش جاب الكلمة دي منين بس مش مشكلة. يا جماعة صافي ناس يعني كلير، يعني حاجة واضحة. أنت شفت حصان قبل كده أكيد. لما تشوف حصان تلاقي الحصان بيجي يقف، عارف أنت له رجلين قدامين كده، له رجلين قدام. بيقف وقفة عجيبة كده الحصان، مش عارف هتشوفوها إزاي، بص واقف كده. فلما تيجي تبص على الحصان على الرجل من هنا تلاقي في حاجه واضحه قوي، تحس ان الرجل كده ايه، هتلاقي حاجه كلير قوي كده شكلها باين. فاول عالم بص على الحته دي فبص على وليد في جسمنا في المكان ده بالظبط ميديا اللي هو واضح قوي وكلير كده، فراح مسميه صافي نصفين. صافي نص يعني حته واضحه كده في الحصان. هبقى احطهم في صوره للكلام ده على فكره، تشوفوها على الجروب العزيز تتخيلوا معناها ايه. حلو كده الكلام؟ طيب فاي حاجه جنبه يسميها صافي نص. وصلت المعلومه؟ فده اسمه الصافي نص نيرف. خلي بالك انا قلت لك الصافي نص فين؟ فين؟ مش على الميديال. طب كده الصافي نص نيرف ميديال ولا لاترال؟ ها؟ لاترال صح كده، يبقى عايز يروح ميديال يروح معدي هنا ويبقى ايه يا جماعه؟ ميديال صافي نص نيرف. يبقى ايه هي الكونتنتس اوف سب سارتوريال كانال او ادكتور كانال؟ هو على الرسمه دي لو انا حبيت ارسم لك الفيمورال تراينجل، مش الفيمورال تراينجل اهو، تخيلتها يا دكتور؟ يبقى ده كده فيمورال تراينجل، ده كده ادكتور كانال. نقول تاني يا جماعه، ده كده فيمورال تراينجل، ده كده ادكتور كانال. مفهومه؟ طيب يبقى ايه يا عائشه الكونتنت اوف ادكتور كانال؟ رقم واحد فيمورال ارتري، رقم اثنين فيمورال فين، رقم ثلاثه صافي نص نيرف. مفيش حاجه ثانيه؟ لا طبعا فيه. ما تبقاش اناتومي. صح كده الكلام؟ لازم نضيف التاتش بتاعنا. ايه بقى التاتش بتاعنا؟ الفيمورال ارتري من ضمن برانشاته في برانش وحيد بيطلع من الفيمورال ارتري في الابدكتور كانال. البرانش ده رايح يغذي النية. هي فين النية يا جماعه؟ مش النية تحت. يبقى لما ينزل لها ارتري نسميه ايه؟ ديسندنج جينيكولار ارتري. شفت الكلام حلو ازاي؟ ديسندنج جينيكولار ارتري. حلو قوي. طب بص للي جايه، هو مش انت عندك هنا عضله اسمها فاستس ميدياليس؟ اهو في نيرف من الفيمورال نيرف بينزل هنا يقول لك عشان يغذي الفاستس ميدياليس نسميه نيرف 2 فاستس ميدياليس. سلام. طيب مفيش حاجه كمان؟ ده اللي انا عايز اقوله لك، ان الكونتنتس اوف الدكتور كانال اختصارها كده لو عايز اختصرها بكلمتين، ثلاثة نيرفس وثلاثة فيسلز. طبعا الثلاثة فيسلز معروفين، فيمورال فين؟ فيمورال ارتري ديسندنج جينيكولار ارتري. طب مين الثلاثة نيرفس لسه قايل؟ واحد فيهم صافي نص، والثاني نيرف 2 فاستس ميدياليس، والثالث بقى يا جماعة تحت السارتوريوس بيتعمل نيرف بلكسس. فيقوموا مسمينه ايه؟ اكيد سارتوريال
نيرف الاكسس. اللي انا قلته ده سؤال نظري. وايه مسكه؟ الادكتور كانال مهمه والدكتور وحيد بيحبها. على فكره يا جماعه الادكتور كانال فيمورال تراينجل بوبليتيه فصة. البوبليتيه فصة دي هتيجي بعدين. الثلاثه دول يعني بنسبه كبيره قوي هتلاقي واحد منهم في الامتحان. خلاص اوكي يا جماعه بنسبه كبيره. اوكي يا شباب بيحبها جدا الدكتور كلال فيمورال تراينجل بوبليتيه الفصه. احنا خدنا الفيمورال تراينجل الحصه اللي فاتت وبناخد الدكتور كلال الحصه. حد مش فاهم؟ يلا عشان نشرح حاجه كمان قول يا لا بص يا محمد الفيمورال شيس اصلا اخر 4 سم بس، يعني عارف فين الفيمورال شيس هنا؟ الفيمورال شيس الحته دي بس. ما بتكملش، يعني في مارشيس مغلفه الابر 4 سم اوف فيسلز بس. الكونتنت بقى بتاعت الفيمورشيس واللي براها بينزلوا تحت تاني مكملين، وخلاص كده احنا هنقطع ارتري على كده هنكمل. انت عارف ليه اسمه فيمورال؟ عشان ماشي على الفيمو. عشان اخره مين؟ اخره الحته دي. يعني بيفضل ماشي هنا كده لحد الحته دي. اول ما يعدي الحته دي ويرجع لورا بقى اسمه بوبليتيه، لانه دخل البوبليتيه خالص. فهمتها؟ مين مش فاهم يا جماعه؟ حصه رايقه ولذيذه ما فيهاش كلام كتير على فكره. ما خدناش حاجه، خدنا عضله وقدرته كمان صفحه على فكره. اللي قدرته كمان صفحه والعضله صفحه ونص، يعني انت خدت صفحتين ونص بالظبط. يبقى كده حته كمان. هو مش كان في جينيتال برانش كان موجود في خلاص بقى. انتهى ليه بقى؟ بعدين هتقول لي، بس هو مش جينيتال فيمورال برانش، هو فيمورال برانش وفي جينيتال فيمورال نيرف، هو بينتهي في الحته اللي فوق بقى، ما بيكملش معانا. السافينس نيرف يعتبر اطول من نيرف في الجسم. عارف انتوا عارفين يا جماعه السافينس نيرف ده نازل من فوق لحد تحت عشان يغذي ايه؟ تخيل. تخيل عشان يغذي الحته الميديال بتاعت اللينج من تحت كده لفوق والصباع الكبير. يعني نازل شوف نازل المسافه دي كلها، ولذلك يقول لك ده اطول نيرف في الجسم. تخيل نيرف نازل من اول فين؟ من تحت الانجوينا النجم، يعني من اول الصاد. نازل عشان يغذي الحته اللي تحت، سبحان الله. حاجه غريبه. بجد والله حاجه غريبه لما تيجي تشوف توزيع النيرفات في الجسم تحس بحاجه ايه ده؟ سنسوري. طب مكان الحته دي خدت من اي نيرف جنبها وخلصت؟ سبحان الله. الله اعلم. تمام؟ صور عشان امسح. هناخد حته كمان صغيره بس، حته كمان صغيره. تعبتوا؟ ايه يا جماعه المجموعه اللي جايه عايزه تنزل الحص؟ وبعد ما نشرح شويه تقول لك تعبنا. انا حاسس ان عائشه وضحى بيقولوا لا كمل يا دكتور لسه محتاجين تاني. حاسس ايه الحصه كده صغيره؟ واجل الخميس ده اللي انت عايزه مش كده؟ تبقى ايه؟ لا يا جماعه بصوا انا فعلا كنت ناوي اعمل كده بامانه بس مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عشان ما نتاخرش. عشان بس ما نتاخرش لان خلي بالكم احنا مرتبطين بتايم معين عايز اخلص فيه عشان كمان انتوا تقعدوا بدري. انا وعدتكم ان انتوا تقعدوا قبل 15 يعني يوم 14 هتقعدوا. انا وعدتكم الكلام ده. في بلوجي بس مش كتير ما تقلقش. مش كتير لسبب هو كتير حجما كبير بس الدكتور وحيد مش في النص. ما بيحبوش يعني الجي اي تي الدكتور وحيد ما بيحبوش اصلا. هو كبير واليوريناري هو بيحب في حتتين ثلاثة معروفين. الو؟ يلا يا جماعة عشان امسح. الو؟ أنا في الحصة. في الحصة. لا 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 لا. لا ما تكلمش شوف جاي متأخر هكلمها بعد ما أخلص أصلا. هكلمه بعد ما أخلص طالما مالوش لازمة الكلام دلوقتي. هيقول لي كلمني وأنت رايح المطار. ما عملتش حاجة أنا في الحصة دلوقتي بس مزنوق. طارق هيقول لي كلمني وانت رايح المطار ما تقلقش انا عارف طارق وفاهم. وبعدين طارق اصلا النهارده النهارده الثلاث طارق غالبا هيبقى نفس طارق بيبقى نفس ثلاث وسبعة. ماشي. في مثل في مصر يقول لك ايه؟ يا بخت اللي ابن عمه ظابط مباحث صح؟ مش عارفين انتوا مين؟ عارفين المثل ده؟ المثل ده منطبق على ايه؟ ابن عمي ظابط مباحث. أول مرة قابلت يعني حد من قرايبي في المطار. هو اتفاجئ. أنت اللي سافر منكم قبل كده هيعرف اللي أنا بقوله ده. أنت متخيل يعني إيه تنزل من الطيارة من سلم الطيارة تلاقي مثلا أخوك مستنيك تحت السلم؟ محدش أنت متخيل؟ فاهم قصدي إيه؟ طبعا أنت تخيل كمية الإنبهار اللي أنت هتنبهره.
اول مهم كان مكلمني واحد من قرايبي يعني مكلمني فبيقول لي ايه مش من قرايبي قوي يعني بيقول لي بص انا محتاج توصيه في المطار فقلت له ما تقلقش انا هكون عندك ان شاء الله فهو عادي كلمني قلت له بس اول ما تنزل من الطياره كلمني فهو نازل من على السلم كده بيطلع التليفون فقلت له فقلت له كده انا جنبك والشنط معايا بره الشنط ايه بيقول لي قلت له بص خلاص خلي بالك وطلعوا الشنط وخمس دقايق هنطلع ناخدها متشغلش بالك فطلع بقى زهد بيقول لي في ايه قلت له مفيش حاجه تعالى بس يلا بس خلاص فراح هو راح هو قايل لي المقوله دي ساعتها قال لي فعلا يا بخت اللي ابن عمه ظابط الناس انت متخيل يعني ايه حد ياخدك كده من ايديك انا بقول له طارق بص انا عايز بس اقابله واعمل معاه واجب قلت اعمل معاه واجب ده انا هطلعك الطياره تعالى ادخل انت متخيل انا بقول طبعا يعني الواحد فعلا في مصر هنا كل حاجه ممكن تعملها ده ممنوع جدا يا جماعه اللي انا بقوله ده حاجه ما تنفعش اصلا ما يصحش بس ايه صح عادي فانا بقول له يا ابني طب عشان بس القلق قال لي لا تعالى بس طب يا ابني قال لي ما فيش يا ابني انا حلفت هدخلك عبد الله عادي انت هتقابله هناك نعم لا حته صغيره كمان يا ريت تقعد الحته الصغيره يا دكتور ما هي صغيره اهو ما احنا ما شرحناش غير ساعه بس طيب نمسح يا جماعه نمسح في عندك حاجة اسمها مستويته جت؟ ده أنا هشرح الجري صف النظرين بس حاجة صح والله جت حاجة اسمها الجريت صافي نص فين؟ او اسمه التاني لونج صافي نص فين خلي بالك طالما قلت جريد او قلت لونج يبقى لازم يكون في واحد صغير مش كده ولا يا جماعه في واحد صغير فعلا بس ده عظيم بس ده كبير بص يا جماعه الكبير ده مكانه فين لو انا رسمت لحضرتك رجليك ادي الصايب بتاعك هي دي على رجلين معزه شويه بس مش مشكله والله حلو انت عارف رجلي دي جايه ازاي الاول مش متخيلها طبعا ده الميديال وده اللاتر في عندي على رجليا من قدام على الدورزم اوف ذا فوت في ارش هنا اسمه دورزال فينوس ارش اسمه ايه؟ دورزال فينوس ارش لانه على الدورزم اوف ذا فوت الدورزال فينوس ارش ده مكمل كده على ناحيه الميديال على ناحيه الميديا يا جماعه قدام حاجه عارف انت لما ترسم رجليك ناحيتين كده هتلاقي رجليك على ناحيتين هنا فيهم حاجه اسمها ميديال ماليولس ولاترال ده صباعك الكبير ماليولس اللي هما الكعبين بتوع الرجل يا جماعه وانت لابس جزمتك كده لو جزمتك صغيره البتاعتين اللي بارزين فوق الرجل دول اللي هم الكعوب عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ طيب خلاص اوكي يا جماعه ميديال ماليولس ولاترال ماليولس هاي يا جماعه في ايه؟ الكعبين انتوا بتصلوش ولا ايه في ايه يا جماعه؟ بصوا ميديال ماليولس ولاترال ماليولس عندنا يا شباب الدورسال فينوس ارش بيكمل ميديال باي جريت سافينوس فين الجريت صافي نصفين يمشي قدام الميديال مالوس يعني لو على رجليك يمشي قدام الميديال مالوس عند خط على خط البنطلون هو ده الجريت صافي نصفين على فكره الجريت صافي نصفين يا انس ده فين موجود ان سوبرفيشال فاشيا يعني تحت الجلد كان في كادبر كنت بشرحها من سنتين وطلعته بالكامل وعملته كده وسبته موجود ما عداش اسبوع وما لقيتوش ما اعرفش حد كاله حد خده ما اعرفش راح فين تمام كده المهم جريت صافي نصفين الجريت صافي نصفين ماشي عائشة قدام دي الميديال مالوس وبعد كده مشي على الميديال سايد اوف ساي وهو ماشي على الميديال سايد اوف ساي بعد كده بيهايند الني يعني بص كده يا شباب لو انا دي رجلي مثلا اسف ماشي هنا كده لا
لحد فوق، لحد ما يوصل فين فوق بقى؟ اول ما يوصل فوق خلاص ده سوبرفيشال فين. عايز يروح فين؟ عايز يصب في ديب فين. مين الديب فين اللي جوه؟ فيمورال فين. حلو الكلام. طيب مش دي يا عزيز؟ ودي كده يا جماعه الانجوينال ليجامنت، وادي البيوبيك تيوبركل. يقول لك تحت البيوبيك تيوبركل انزل 1.5 انش، تعالى لاترال 1.5 انش كمان. ايه ده؟ ده انت كده بتتكلم ما بين الفيوجن، ما بين الفاشيا ترانزفيرزاليز والفاشيا الياكس اللي هم عملوا هنا الفيمورال شيز. الله، يعني الفيمورال شيز في المكان ده يا جماعه. الفيمورال شيز مش عندنا الميدل كومبارتمنت، في جوه فيمورال فين اهو. الفيمورال فين جوه. يقول لك بص في السوبرفيشال فاشيا لما تشيلها، هو ده في السوبرفيشال فاشيا. تحت السوبرفيشال فاشيا في ايه؟ مش في ديب فاشيا؟ يقول لك في الديب فاشيا في المكان ده في رينج. يعني لو انت كملت الديب فاشيا كده يقول لك في حلقه كده موجوده في الديب فاشيا. الحلقه دي يا جماعه فوق الفيمورال فين على طول. الحلقه دي هيعدي منها الصافينس فين يدخل كده عشان يدخل في مين؟ في الفيمورال فين. فاهمين حاجه؟ يعني الصافينس فين هيعدي من خلال حلقه عشان يدخل في مين؟ في الفيمورال فين. فهمتوا حاجه؟ طيب الحلقه دي يسموها ايه؟ يسموها اكيد صافينس اوبننج. الصافينس اوبننج على الميديال سيرفيس اوف ساي فين يا جماعه بالظبط؟ موجوده تعتبر عند الفيوجن ده، يعني 1.5 انش بيلو اند لاترال 2 بيوبك تيوبك 5 سم تحت دي وتحت دي، تلاقي الصافينس اوبننج. الصافينس اوبننج دي الديب فاشيا اللي عليها، بص هي كانت عباره عن ديب فاشيا كده مثلا زي الورقه دي. الديب فاشيا دي جه الصافينس فين واخواته، امسكي كده يا برهان معلش، جه الصافينس فين وحاجات ثانيه جم عملوا لي حلقه في المكان ده في الديب فاشيا. عارف الحلقه دي عامله ازاي؟ الحلقه دي مخرمه. امسكي يا بنتي كويس. متخيلينها؟ اول عالم بص عليه قال لك مش دي ديب فاشيا، والصافينس فين اهو قدام، راح خارم الديب فاشيا وداخل من هنا عشان يدخل جوه لمين؟ للفيمورال فين. حلو الكلام؟ لقوا ان الفاشيا دي مش داخلها صافينس فين بس، ده داخلها صافينس فين وشويه سوبرفيشال نيرف وفيسلز هناخدهم بعدين ان شاء الله. عشان كده لقيوا ان الحلقه دي متغطيه فاشيا، هي كمان هي دي فاشيا برضو بس دي فاشيا دي مخرمه. فاول عالم بص على الحلقه دي لقى ان الحلقه دي عامله كده، فراح قايل لك بس الفاشيا اللي على الصافينس اوبننج بقت مخرمه زي الغربان، فسماها ايه يا جماعه؟ سيريبري فورم. سيريبري فورم فاشيا. سماها ايه يا جماعه؟ سيريبري فورم فاشيا. سيريبري فورم فاشيا. سهله ولا صعبه؟ يبقى ده اول جزء عندنا. يبقى احنا عندنا يا جماعه الصافينس اوبننج نفسها عليها او متغلفه بفاشيا اسمها سيريبري فورم فاشيا. تمام. ليه متخرمه؟ عشان في كذا استراكشر داخل، مش الصافينس فين بس. هي حته من الديب فاشيا، ده ديفكت في الديب فاشيا، يعني هي دي كلها الديب فاشيا فيها خرم اهو اسمه الصافينس اوبننج، بتخرم كتير قوي، فيسموا انه عليه سيريبري فورم فاشيا. يبقى السيريبري فورم فاشيا دي جزء منين؟ من الديب فاشيا. خلاص اوكي يا جماعه؟ طيب اخر حاجه اقولها لك، ايه هي التريبيوتاريز اوف صافينس فين؟ يعني ايه تريبيوتاريز يا جماعه؟ يعني الحاجات اللي هتدخلها. بص عشان ما تحفظش كتير، طبعا الدورز الفينس ارش، ويقول لك هنا في الليج في حاجه اسمها ميديال فين ولاترال فين، في الصاي ميديال ولاترال وانترميديال فينز. اظن كلام اهبل كده. اللي يهمك قوي الاسامي اللي فوق. ايه الاسامي اللي فوق بقى؟ بص لو ده عزيز ودي البيوبك تيوبك، في عندك ثلاثة ارتري وفينز موجودين هنا بنفس الاسامي، واحد هنا اسمه يا جماعه بص سوبرفيشال، كلهم يحملوا لفظ سوبرفيشال، مش ده سوبرفيشال فين؟ سوبرفيشال سيركم فليكس انولاتف اليك فين. انا اسف يا جماعه بس انا ما اعرفش في ايه في الدنيا يعني. الو الو الو، عليكم السلام. الحمد لله.
طب بس سريعا عشان انا في شغل والله. مين معايا؟ اهلا وسهلا. الساعة 7 ان شاء الله. 7 ان شاء الله. مفيش مشكلة اديها اي مسكن انا بشوفها. مش مفيش مشكلة. حقنة اولفن. اولفن اه. دي حقنة اولفن دلوقتي. ماشي يا باشا. الف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. سوبرفيشال سير كومبلكس اليا كبير. مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ طيب. في واحد تاني جاي من فوق من هنا. من ناحية الإبيجاستريا. يبقى اسمه ايه يا جماعة؟ سوبرفيشال إبيجاستريك في. وفي واحد جاي من عند منطقة الجينيتاليا. منطقة الجينيتاليا بيسموها في بتوع الأناتومي زمان، تعرف الناس الراقية بتاعت زمان فلاسفة. فكانوا بيسموا المنطقة دي يقول لك دي منطقة الحياء. منطقة الكسوف. والله بكلمكم بجد. فراح مسمي الفينز والارترز اللي هنا. شوف الناس دماغها كانت عامله ازاي زمان، دماغها كانت ضايعه. فراح قال لك ايه؟ ده الارتري اللي بيغذي المنطقه بتاعت الكسوف. او ده الفين اللي جاي من منطقه الكسوف. اه والله. او ده النيرف اللي رايح للمنطقه اللي منطقه الكسوف او منطقه الحياه. فراح مسميها يا جماعه، بص الكلمه. بننتقل منهم يا رب. سوبرفيشال اكسترنال انه خارجي. بيودندل فين. شفت اللفه؟ طالما في سوبرفيشال اكسترنال يبقى في ديب اكسترنال، وطالما في اكسترنال يبقى في انترنال. مش قصتنا دلوقتي بقى. بس المهم يا جماعه ان ايه؟ ان اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس اليا، سوبرفيشال ايبيجاستريك، سوبرفيشال اكسترنال بيودندل فين. دول داخلين لمين يا جماعه؟ للصافي نص فين. اخر حاجه اقولها لك، الصافي نص فين ربنا خلقه لنا بشكل معين. ايه هو الشكل ده؟ بص خلقه كده جواه فالفز. عشان الدم يمشي بالشكل ده بس. يقوم لما الدم يجي يقع يروح واقع في الفالفز، فاهمين حاجة؟ مثلا الفالفز كده. فالدم خارج لفوق، يجي الدم يقع يروح واقع في قلب القزبس هنا فالفالفز تقفل. عشان الدم ما يسقطش على تحت. ولذلك طول ما الفالفز دي سليمة أنت ماشي كويس. في بعض الناس بيبقى عندهم الفالفز دي ضعيفة. والفين نفسه ضعيف. فبيبهوى. فتلاقي الدم رايح جاي مع الجاذبية. فتبص تلاقي الفينز دي اللي هي الجريد صافي نصفين والتريبيوترز بتوعهم لولوه بالشكل ده. أول عالم بص على اللولوة لقى إيه؟ قال لك ده فين ملولو متدلي. فراح مسميه دوالي. فهمتوا الكلمة جت منين؟ دوالي يعني إيه باللاتن؟ فاريكوز فين. دي اللي بتيجي للناس دوالي في رجليهم، تبص تلاقي رجليه كده فيها شويه عروق زرقاء كده ملولوه، وساعات بتوصل معاهم انها تبقى تخينه وكمان وباينه قوي، وساعات بتوصل معاهم لمشاكل اكتر ان شاء الله. حد مش فاهم؟ لحد فوق، لحد ما يصب في الفم. دورزال فينس ارش. على فكره يا جماعه الدورزال فينس ارش لو كمل الناحيه الثانيه، بس دي حاجه مش عليك. يعمل الناحيه الثانيه فين صغير كده ناحيه اللاترال فيسموه ليسر او شورت صافي نص. مفهوم الكلام ده؟ حد ما فهمش حاجه؟ حد نفسه في حاجه؟ حد زعلان من حاجه؟ اشوفكم بكره على خير ان شاء الله يا جماعه. في بكره حصه. حاضر. لا لا انا رايح دلوقتي. في بكره حصه ان شاء الله. انتوا عندكم حاجه دلوقتي ولا كلكم رايحين؟ طيب اللي مروح اوكي بقى، انا هحاول اعمل لك ربع ساعه اللي بس اللي مروح اوكي، اللي مش مروح بعد السكشن يجي هنا ان شاء الله. فكره يا جماعه حصه النهارده الصافي نصفين مش مهم قوي نصفين. الكوادريت اصلا او الكوادريت سيبس فيموريز كده وكده هنعلمهم.